جريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرس بالجديدة. كل عام احنا كنجيو نشوفو وكنلقاو الحمد لله الجديد، والحمد لله ملي سيدنا دعم لنا هادشي الله ينصرو، جعلنا بحال هاد المعرض نفتخرو بيه حنا بحال الدول. سبق ليا من قبل جيت، وكل مرة كنجي كتعجبني حاجة كنبقى متحمسة أنني نعاود نجي. أنا الحقيقة كتعجبني تبريضة، هي اللي كتعجبني بزاف، وحتى الفضاء زوين كله زعما فيه كل شيء زين، داكشي اللي قلبتي كتلقاي زعما، وبالنسبه للدراري صافي كاين فضاء للدراري زعما كل حاجه كتكون كل عام كيكون شي حاجه جديده. زوين واستفدنا حوايج بزاف، واستفدنا على الخيول صافي، على المتسابقين وعلى وطلعنا على الخيول. الحمد لله الانسان ولا كيعرف كل شيء على الخيل، ماشي بحال شحال هذه كان شي عارف شي ما عارفش، يعني كاين بزاف النتائج بزاف، بحال ولاو المدارس بحال بزاف الحوايج. جينا لمعرض الفرس اليوم وعجبني بزاف، شنا الصناعه التقليديه وركبنا ومتطينا العودان ودرنا شحال من حاجه ومشينا شفنا بزاف ديال الحوايج، وراه عجبني بزاف معرض الفرس. بالنسبه لينا اول مره كنجي لي يعني كانت فرصه زوينه، يعني داكشي متغير بزاف كما كنت كنسمع ليه، وصراحه داكشي زوين بزاف يعني كثر من داكشي اللي كنت كنتصور. مشيت لمعرض الفرس وشفت كيفاش الدريه ناقصت فوق الفرس، كيفاش مشى وكيفاش دار فوق داك البرونش، كيفاش دار عليه بزاف المرات ونقز واحد اخر. عجبني داكشي اللي داير، يعني كاين الناس كيجيو ماشي غير من المغرب، من بلدان مختلفه باش يحضروا، الدليل على التنوع الثقافي اللي كاين في المنطقه ديالنا. جريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرس بالجديدة.